مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. كالعاده ان شاء الله النهارده هيكون عندنا اخبار كتير جدا مهمه بتهم كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وايضا هيكون عندنا بعض الاخبار المحليه والعالميه اللي اكيد طبعا بتبقى اخبار غايه في الاهميه. وعلى مدار الحلقه بالمناسبه هيكون عندنا جزء كده مهم جدا متعلق باصابات لاعبي النادي الاهلي، وبالتحديد الكلام اللي خارج خلال الساعات القليله الماضيه بخصوص وليد سليمان والاصابه وكل ما يخص وليد سليمان بالتحديد وسعد سمير، هنقولها لكم من خلال خبر حصري على مدار الحلقه النهارده. لكن طبعا في البدايه كلنا عارفين امبارح بعد خروج النادي الاهلي بشكل رسمي من بطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفوز بالامس بنتيجه 1-0، نتيجه غير كافيه لتعويض فارق الخمس اهداف مع فريق صن داونز بعد المباراه الاولى اللي كانت من اسبوع هناك في جنوب افريقيا. هذه المباراه والنتيجه الكارثيه بالنسبه للنادي الاهلي وعشاقه بكل تاكيد، خلاص صفحه وخلصت. زعلنا بقى لنا اسبوع بصراحه، زعلانين بسبب الهزيمه اصلا دي، لان انت خلاص بعد الهزيمه الاولى انت الامور خلاص كانت شبه اتحسمت بنسبه 99%. يعني الناس كان عندها بعض الامال البسيطه، لكن امبارح الفريق حاول، اللاعبين حاولوا، الجهاز الفني حاول، لكن ما كانش فيه توفيق في الشوط الاول بالتحديد بعد ضياع العديد والعديد من الفرص اللي كانت ممكن تدخلك القصه تاني. يعني كان ممكن تبتدي واحده واحده تجيب جون، لو جون جه في اول دقيقه بتاع ازارو مثلا، في بعديه الكره بتاعت عمرو السوليه، وكان فرصه كمان ضاعوا، وفي هدف كمان ما اتحسبش الجونيور اجاي، ما اعرفش ما اتحسبش ليه، يعني بيقولوا يعني هو الراجل بيقول ان هي اوفسايد بس هي مش اوفسايد خالص. فبالتالي ما كانش فيه توفيق امبارح، لكن الاهم والمكاسب من مباراه الامس هو عوده الروح لفريق النادي الاهلي، محاوله اللاعبين في تحسين الصوره. وخلينا نتكلم بصراحه، الاهلي قبل مباراه صن داونز هناك في جنوب افريقيا وهزيمه 5-0، النادي الاهلي كان ماشي بشكل جيد جدا وشكل مميز، وبطوله الدوري كنت ماشي فيها كويس قوي وبتكسب والدنيا كانت تمام. بعد الهزيمه دي ممكن تكون الصوره اتهزت شويه، سواء كجهاز فني او كلاعبين بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، الصوره اتهزت طبيعي جدا عند الجمهور. بالتالي كانت بعديها مباراه مصر مقصه كسبتها، تصدرت الدوري كمان بعد ما الزمالك خسر من المصري البورسعيدي. مباراه مصر مقصه حسنت الصوره نسبيا، مباراه صن داونز امبارح حتى لو انت يعني ما كنتش 100% كويس قوي، بس نفسيا ومعنويا قدرت ان انت يعني تحسن جزء من صورتك قدام جمهور النادي الاهلي، واعتقد ده شيء كان مهم جدا بالنسبه للجمهور العظيم. كمان مباراه صن داونز امبارح شفنا الحكم بكاري جسامه، اللي طبعا هو مش سبب رئيسي اطلاقا، ولازم ناكد على الجزئيه دي عشان ممكن البعض كده بيكون بيتربص يقول لك بص الاهلاويه وقناه الاهلي بيتكلموا على ان بكاري جسامه هو السبب في خروج النادي الاهلي من بطوله افريقيا. لا خالص، ده احدى الاسباب في مباراه الامس بس، لكن احنا كده كده الامور كانت محسومه او شبه محسومه من المباراه الاولى بعد النتيجه الكبيره. لكن الراجل بصراحه غريب قوي، بكاري جسامه ده مستفز، هو شخصيه مستفزه يعني، طريقته في الملعب، تعنته مع لعيبه النادي الاهلي، اي كوره انذار، اي لمسه تتحسب فاول بالنسبه لفريق صن داونز، يعني بصراحه كان شيء ملفت جدا، وخصوصا ان في سوابق بالنسبه لهذا الحكم مع النادي الاهلي، وابرزهم طبعا او المباراه الابرز بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مش هينساها هي مباراه الاياب امام فريق الوداد في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 2017، البطوله قبل اللي فاتت، وكان ايضا حكم سيء جدا، واضح ان هو عنده موقف مع المصريين بشكل عام مش مع النادي الاهلي بس، لان عشان كان عنده ايضا مواقف عديده مع المنتخب المصري. لكن مش مشكله، صفحه وخلصت، بطوله وخرجت منها مش مشكله خالص. هنخش بقى على بطولة الدوري العام، وهي بطولة غاية في الأهمية وبتحاول إن أنت تحافظ عليها، وجاي فيها من بعيد خالص، كان عندك مباريات مؤجلة فبالتالي كنت متأخر جدا في الترتيب، كمان كان عندك بعض الإصابات بعض الهزايم اللي خليتك مع بداية البطولة كنت بعيد جدا، لكن رجعت البطولة بشكل سريع بمجرد ما لعبت مبارياتك المؤجلة، يا دوبك أسبوعين بس كان في منافسة على المركز الأول، أو كان أسبوعين بالتحديد لما الأهلي تساوى مع الزمالك في عدد المباريات، كان الزمالك تصدر اسبوعين، بعد كده النادي الاهلي عاد مؤخرا لصداره بطوله الدوري اول مره هذا الموسم، وان شاء الله باذن الله يحافظ على هذه الصداره في ظل منافسه صعبه وقويه جدا جدا. وخلينا نتكلم بصراحه، فريق نادي الزمالك فريق قوي ومحترم جدا هذا الموسم، عندهم لعيبه كويسين جدا، كمان
فريق بيراميدز يعني فترة من الفترات قلنا خلاص بعد عن المنافسة، لكن رجع في المنافسة تاني بشكل قوي. فبالتالي بطولة مهمة جدا في ظل المنافسة السنة دي، هتبقى بطولة ليها طعم ومذاق خاص عند جمهور النادي الأهلي. وإحنا عارفين كل الأمور اللي كانت بتحصل مع بداية الموسم عشان يكون في منافسة قوية مع النادي الأهلي، وفعلا في منافسة قوية، والدوري بشكل عام دوري مثير من الناحية الفنية، ينقصه بس الجمهور. وبنسبة الجمهور شفنا يعني جمهور النادي الأهلي كانت حاجة عظيمة امبارح جدا. وفي ناس بتقول لك لا، الجمهور كان لازم ينتقد اللاعبين بعد الماتش، ما كانوش يسقفوا لهم. وفي ناس ايضا بيقولوا ان ده كان مظهر جيد وحضاري جدا من جمهور النادي الاهلي، لكن هو الاصح يا جماعه والطبيعي جدا واللي اتعودنا من خلال جمهور النادي الاهلي عليه دايما، هو مسانده الفريق في الحلوه وفي المره، والمره كمان قبل الحلوه. وده اللي حصل امبارح بعد المباراه، والجمهور كان بيشجع على مدار ال 90 دقيقة، يعني أنت خلاص واحدة واحدة في الآخر كده أنت خلاص فقدت الأمل خالص، يعني ناقص 10 دقايق مثلا، ناقص الشوط الثاني كانت الأمل خلاص ابتدت يعني تروح خالص عند الجماهير. لكن مع ذلك جمهور النادي الأهلي مثل يحتذى به في الحقيقة، يعني على مدار ال 90 دقيقة بيشجع بشكل قوي جدا. والأفضل كمان طبعا دي لقطات رائعة رائعة من ملعب استاد الجيش وبرج العرب بالأمس، خلينا نسمع الصوت. يعني جمهور عظيم جدا، ومؤازرتهم للاعيبه النادي الاهلي خلال المباراه بالامس كانت مؤازره اكثر من رائعه على مدار ال 90 دقيقه، زي ما احنا شايفين كده اللقطات اللي فاتت دي او اللقطه اللي فاتت دي. المسانده دايما بتكون مهمه ورئيسيه من جمهور النادي الاهلي، ما بالك لو جمهور الاهلي ده، وفي الحقيقه كل جماهير الانديه كلها، يعني لو كل الجماهير بتحضر المباريات هيبقى الدوري ليه طعم خاص، وهيبقى جمهور النادي الاهلي بالتحديد لما بيكون ورا فريقه دايما بيبقى نسبه الفوز كبيره جدا جدا، يعني حتى لو نسبه الفوز طبيعي ان هي معديه ال 50 60% بما انك النادي الاهلي وبامكانيات لعيبك اللعيبه اللي عندك وكل حاجه، لكن لما بيكون في جمهور النادي الاهلي كمان النسبه بتزيد اكتر من كده بكتير. فده اللي هيخلينا نتكلم على جزئيه كمان مهمه قوي، ويمكن غياب الجمهور مؤثر يا جماعه في الحقيقة يعني على شخصية اللاعبين المصريين بشكل عام. آخر بطولة حققها فريق مصري كانت 2013، آخر بطولة أفريقية حققها فريق مصري كانت بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي حققها النادي الأهلي في 2013. من بعديها غابت كل الأندية والمنتخبات عن البطولات الأفريقية في الحقيقة، وده يعني مؤشر سيء جدا. لو رجعنا للسبب الحقيقي ولو اتكلمنا بصراحة وبأمانة، غياب الجمهور عن الملاعب هو اللي مأثر على شخصية اللاعبين في الملعب. مش بتكلم طبعا عن النادي الأهلي بس، ولا بتكلم على أندية أخرى بس، ولا على المنتخب بس، أنا بتكلم بشكل عام على شخصية اللاعبين المصريين. كان عندك جيل عظيم جدا، هتقولي ما احنا في 2012 خدنا بطوله دوري ابطال افريقيا وما كانش فيه اصلا جمهور يعني، و2013 ما كانش فيه جمهور غير في المباريات النهائيه وكلام من ده. 2012 و2013 كان عندك جيل من الاساطير، كان عندك ابو تريكه وائل جمعه شادي محمد، هنقعد بقى ناس كتير، عماد متعب، محمد بركات، ناس كتير جدا، سيد معوض، جيلبرتو، فلافيو. بغض النظر على الاجانب، الجيل ده كان بيحقق البطولة من قبل ما البطولة تبتدي أصلا. ناس كان عندهم شخصية قوية جدا في الملعب، وهم أساطير في كرة القدم، دليل طبعا أكبر دليل كل البطولات اللي حققوها. فلما هنيجي نشوف الأسباب يا جماعة في تدني المستويات أو تدني البطولات الأفريقية، وإن مصر أو الأندية المصرية ما تحققش البطولات الأفريقية، هنلاقي إن غياب الجمهور ده ليه عامل كبير جدا. نتمنى خلال الفترة اللي جاية عودة الجمهور تكون مهمة، وأتمنى أيضا في المباريات الودية الخاصة بمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية يكون في جمهور بأعداد كبيرة، علشان اللاعبين يتعودوا على الجماهير اللي هتكون بالطبيعي جدا متواجدة في البطولة، واللي هتآزر بحماس وقوة، فأنت هتبقى محطوط تحت ضغط، فلازم تتعود على الكلام ده. مهم جدا ان الجمهور يرجع بالشكل الطبيعي في الملاعب المصريه، عشان ترجع الانديه المصريه والمنتخبات المصريه بالفوز بالبطولات الافريقيه. وصعب جدا ان انت تقعد 7 سنين ما بتاخدش بطولات افريقيه، يعني 6 7 سنين ده كتير جدا يعني. فبالتالي مهم جدا عوده الجمهور. خلينا بقى نروح للاهم، وهي بطوله الدوري، مباراه بيراميدز المقبله. خلاص قلنا صفحه وخلصت مباراه سان داونز، نركز في اللي جاي، وده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي. ايا كان كسبت خسرت انت بتركز في ما هو قادم،
عندك بطولة مهمة جدا، بطولة الدوري، ومباراة غاية في الصعوبة والأهمية، وخصوصا ان هي مع منافس قوي عنده إمكانيات قوية جدا من اللاعبين بصراحة، وجهاز فني قوي جدا، وشفنا الكلام ده خلال المباريات السابقة بالنسبة لفريق بيراميدز. مهمة قوي ان انت تصالح جمهورك من خلال هذه المباراة. انت لسه ما صالحتش الجمهور، انت عملت مباراة كويسة مع سان داونز، لكن مهم جدا ان انت تستمر في مصالحة الجمهور اللي يستحق الابتسامة اللي مستنيها والفرحة اللي مستنيها من كل لعيبة النادي الاهلي، واحنا في الحقيقة كنا متعودين دايما على كده من لعيبة النادي الاهلي. ان شاء الله مباراة بيراميدز تكون استمرار للبداية. انهي بداية بقى؟ البداية من وجهة نظر يعني اجتماع حسام عاشور او الجلسه او الوقفه اللي كانت ما بين حسام عاشور واللاعبين في ارض الملعب بعد انتهاء المباراه بالامس، دي نقطه انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي. حسام عاشور جمع اللاعبين، اتكلم معاهم بعض الكلمات بما انه هو قائد وكابتن فريق النادي الاهلي، واكيد كان كلامه كله على الجمهور، انه شايفين الجمهور اللي موجود ده ما ينفعش، حرام ان هو يروح زعلان، واقل حاجه نقدمها لهم هي بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، عشان دول البطولتين الموجودين بالنسبه لنا خلال الفتره دي، وده اللي هيشتغل عليه فريق النادي الاهلي خلال المرحله المقبله. ان شاء الله يكون استكمال للبدايه والانطلاقه القويه دي بالنسبه للفريق من خلال مباراه بيراميدز، وتاخد خطوه مهمه جدا في مشوارك في بطوله الدوري العام، وده اللي مستنيينه بكل تاكيد من النادي الاهلي، وبالتحديد بطوله السنه دي هتبقى بطوله ليها مذاق خاص جدا في ظل المنافسه زي ما قلنا الموجوده خلال الفتره الحاليه في بطوله الدوري، وان شاء الله باذن الله الامور تسير بالشكل اللي بنتمناه كل او اللي بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. حلقه النهارده مهمه ودسمه جدا، خلينا نبتدي بسرعه في الحلقه ونروح نشوف اهم العناوين. الاهلي يبدا الاستعداد لمواجهه بيراميدز غدا. لاسارتي: أشكر جماهير الأهلي ولدينا أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها. سليمان وسعد سمير يتوجهان إلى ألمانيا للعلاج. الأهلي يستقر على إجراء عملية جراحية لندفيد في مصر. الأهلي يواجه النجم الساحلي بنهائي كأس الكؤوس لليد. أجيري يطلب 50,000 مشجع في ودياتي المنتخب قبل أمم إفريقيا. ليفربول في مواجهة مصيرية اليوم مع تشيلسي في قمة البريمير ليج. طيب، اخبار كلها مهمه في الحقيقه، سواء فيما يخص النادي الاهلي، كمان فيما يخص المنتخب المصري واستعداداته لبطوله الامم الافريقيه اللي ان شاء الله هتكون في شهر 6 القادم، وكمان فيما يخص فريق ليفربول محمد صلاح نجمنا المصري، بنتمنى له كل التوفيق في خلاص المراحل الاخيره من بطوله الدوري الانجليزي، وعندهم النهارده مباراه مهمه جدا مع تشيلسي. خليني اقول لكم ان الجزء الثاني من حلقه النهارده هينورنا ويشرفنا في الاستوديو ضيفنا العزيز محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق، عشان نتكلم بتفاصيل اكتر في كل ما يتعلق بالنادي الاهلي، وكمان على بطوله الامم الافريقيه المقبله، وبالتحديد كمان القرعه كانت اول امبارح اكثر من رائعه، وكان شكل حضاري جميل جدا في الحقيقه. كمان مستنيين تفاعلكم وتواصلكم على هاشتاج جمهوركم معاكم، واللي لسه مكمل معانا، لان انت لحد دلوقتي محتاج مسانده الجمهور اللي لا غنى عنها، ده شيء طبيعي جدا، فطبعا هنتواصل معاكم ونقرا كل تعليقاتكم على هاشتاج جمهوركم معاكم على مدار حلقه النهارده. يلا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في صحف النهارده، يلا بينا. الاخبار: الاهلي يهزم سان داونز بهدف ازارو ويودع دوري ابطال افريقيا. لاعبو الاحمر اهدروا فرص التقدم في الشوط الاول وجسامة يلغي هدفا صحيحا لأجايين. الأهرام: الأهلي يفشل في الثأر من سان داونز ويكتفي بهدف أزارو، الأحمر افتقد الحلول، ولاسارتي تائه وجسامة يلغي هدفا صحيحا. المسا: يا أهلي خيرها في غيرها، فشل في رد اعتباره من سان داونز واكتفى بهدف يتيم، جماهير الأحمر خرجت باكية بعد ضياع الحلم الأفريقي. المسا: جسامة حكم ظالم، تعنت ضد الأهلي أمام الوداد
وسان داونز ألغى هدفا وتغاضى عن ضرب الجزاء وأنظر 6 لاعبين. الأخبار المسائي، الأهلي يفشل في العودة، فاز على سان داونز بهدف أزارو وودع دوري الأبطال من دور الثمانية. الوفد، الأهلي يرفض العرب ويطلب حكاما أوروبيين لمواجهة بيراميدز. طيب، أخبار كلها مهمة جدا بخصوص النادي الأهلي، وفي الحقيقة معظم العناوين في الصحف النهاردة بتتكلم عن مباراة الأمس وفوز النادي الأهلي بهدف وحيد على فريق سان داونز. عايزين نبتدي بالأهرام، واللي قالت إن الأهلي بيفشل في الصقر من سان داونز وإن اكتفى بهدف وليد أزارو. في الحقيقة الأهلي ما اكتفاش بالهدف، الأهلي حاول كتير جدا في إحراز العديد من الأهداف، هو بس ما كانش فيه توفيق خالص، وكان فيه حكم سيء جدا في المباراة، وده شيء يعني واضح جدا لكل المتابعين والجماهير والمنتمين حتى للأندية الأخرى، إن الحكم كان سيء جدا وعطل اللاعبين بشكل صعب قوي وحجمهم، ويعني شيء كان واضح جدا. وكمان بيتكلموا على ان ما كانش فيه حلول بالنسبه للنادي الاهلي، لو ما كانش فيه حلول ما كانش هيبقى فيه فرص. الواضح جدا الاهلي الشوط الاول بالتحديد مضيع 6-7 فرص كانوا ممكن يكونوا لو احرزت بس 3 منهم كان الدنيا هتختلف تماما يعني، كان هيبقى يوم للتاريخ. تمام، لكن طبيعي ان كان فيه حلول، ولكن ما كانش فيه توفيق، وده كان واضح جدا يعني. حته ان لاسارتي تائه، عايز اقف عندها شويه، لان في ناس كتير او في البعض بيقول لك لا لاسارتي مدرب مميز جدا، والبعض الاخر بيقول لك لاسارتي مدرب يعني مش هو ده اللي يبقى موجود في النادي الاهلي. الحقيقه يا جماعه المدرب ما بيقيمش من خلال فتره صغيره قوي، الراجل بقى له 3 شهور بس في النادي الاهلي، ممكن يكون في بعض المؤشرات اللي كانت لحد قبل مباراه سان داونز مؤشرات ايجابيه جدا، قبل مباراه سان داونز الاولى كانت مؤشرات ايجابيه جدا بالنسبه لمستر لاسارتي، وقدر ان هو ياخد الفريق من مركز متأخر بسبب طبعا المؤجلات، وأيضا بسبب الإصابات اللي كانت معطلة جدا فريق النادي الأهلي، وقدر إن هو يفوز من خلال 11 ماتش كسب 9 وخسر ماتش بيراميدز وتعادل ماتش الزمالك يعني، فالراجل ماشي بشكل كويس في البطولة المحلية. البطولة الأفريقية للأسف ما كانش بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه، خصوصا في المباريات اللي كانت خارج أرضك، لكن مستر مارتن لاسارتي مدرب عنده خبرات وعنده شكل فني مميز، وشفنا من خلاله النادي الاهلي بيعمل جمل وبيلعب بشكل جيد وبيحرز عدد من الاهداف وافر في مختلف البطولات يعني مختلف المباريات. لكن لازم يا جماعه ما نقيمش المدير الفني لمجرد ان هو خرج من بطوله افريقيا بعد توليه المهمه ب3 شهور فقط واول تجربه ليه في القاره الافريقيه، ولازم يكون في صبر شويه على المدرب. ايا كان الامور هتمشي معاه خلال الفتره الجايه ازاي، دورنا كلنا ان احنا نقف جنبه، ان احنا نسانده، وان احنا نساند اللاعبين علشان الاهداف اللي لسه متبقيه بالنسبه للنادي الاهلي يقدر يحققها باذن الله. الاهداف دي عمرها ما هتتحقق من غير مسانده للجهاز الفني وللاداره وللاعبين، وده شيء طبيعي ومفروغ منه، وجمهور النادي الاهلي طبعا مش هيتاخر فيه اطلاقا يعني. فبالتالي مش عايزين ننتقد الراجل بشكل كبير، طبعا 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 هو احد الاسباب، هو واللاعبين، مش هو بس في الحقيقه، ان انت تخرج من بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن مش هينفع نهدم الدنيا كلها بقى يعني، مش هينفع الامور كلها يبقى من غير ولا بطوله خالص ونغير مدربين كل شويه. على فكره بالمناسبه مدرب سان داونز موسيماني بقاله حوالي 6 سنين او اكتر مع فريق سان داونز، فبالتالي بيجني ثمار الاستمرار في الاداره الفنيه، بيقدر يختار اللاعبين اللي هو عايزهم في المراكز اللي هو محتاجها، بيقدر يصحح بعض الامور. فبالتالي الاستمراريه على المدير الفني بتكون شيء مهم جدا. احنا بنتكلم على اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي، لكن لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. اللي هيحصل بعد كده ان الراجل طبعا مكمل في بطوله الدوري وكاس مصر، وعنده تحديات مهمه جدا على مدار ما تبقى من هذا الموسم، وكلنا في ظهره وكلنا بنسنده وكلنا معاه، هو واللاعبين وجهازه المعاون بالكامل. طبعا الاهرام كمان تطرقت لجسامه ان هو الغى هدفا صحيحا، وده شيء مش جديد بصراحه على جسامه، حكم سيء جدا جدا يعني بصراحه. طيب المسا كمان بتتكلم على جسامه وقالت حكم ظالم،
تعنت ضد الاهلي امام الوداد وصن داونز. امام الوداد زي ما قلت لحضراتكم في بطوله دوري ابطال افريقيا 2017 في المباراه النهائيه الشهيره، وايضا كان واضح جدا التعنت بتاعه مع اللاعبين في ارض الملعب، وممكن البعض يقول لك ما كانش فيه اخطاء مؤثره قوي، اصل هو يعني ما فيش حاجه تحسب للنادي الاهلي، اصل الانذارات فيها وعليها وكلام من ده. ما هو مش شرط يا جماعه، هو كان على فكره في اخطاء مؤثره، يعني الهدف بتاع اجاييه التوقيتات بتفرق، كان ممكن يفرق مع النادي الاهلي. مش عايز اقول لك يا سيدي ان احنا كنا هنجيب خمسه، بس هقول لك ان احنا مثلا كنا هنحاول نكسب 3-4، كنت حتى ما حدش عارف الظروف فيها ايه يا جماعه. يعني ماتش برشلونه وباريس سان جيرمان، برشلونه جابت 3 اجوان في اخر 3 دقائق 4 دقائق في بطوله دوري ابطال اوروبا، يعني من سنه ولا من سنتين. فتوقيتات الاهداف تبقى مهمه، فانت بتلغي لي هدف كان ممكن يفرق معايا بشكل كبير جدا. كمان انذاراته كتير وبيصفر كتير جدا في اي كوره حتى لو ما فيهاش فاول ضد النادي الاهلي، يعني فالحاجات دي كلها بتحجم اللاعبين، بتعمل عليهم ضغط كبير جدا، فبتاثر بشكل كبير جدا بالنسبه للاعبين. هو في الحقيقه حكم سيء جدا زي ما قلنا، ادى للنادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي 6 انذارات، في المقابل ادى صن داونز ولا انذار، مفيش اي انذار لصن داونز رغم اضاعه الوقت بشكل كبير جدا من الحارس الجيد طبعا بتاع فريق صن داونز وبتاع منتخب اوغندا واللي هيواجهنا في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله في مصر. لكن برضو دي مش او ده مش عذر بالنسبه للنادي الاهلي، لكن احنا بنتكلم على مباراه الامس بس بالتحديد يعني، فهو حكم سيء زي ما قالت طبعا جريده المساء. الوفد بتتكلم عن بقى المباراه اللي جايه ومباراه بيراميدز، وبتقول ان الاهلي بيرفض العرب، يعني قصدهم الحكام العرب، وبيطلب حكام اوروبيين لمواجهه بيراميدز، وده شيء بديهي جدا ان لازم النادي الاهلي يطلب حكام مميزين. ونفسي نفسي نفسي لما نجيب حكم في الدوري المصري يكون اجنبي، يكون مصنف رقم واحد على مستوى العالم او على اوروبا، زي ما بنشوف كده في الدوري السعودي اللي بيجيبوا ناس، يعني شاكير ده الحكم التركي اللي ادار مباراه الهلال والنصر السعودي، حكم مميز جدا، حكم بنشوفه دايما في مباريات الشامبيونز ليج، في المباريات المصريه كمان حكم قوي جدا. كان عندهم كمان رئيس لجنه الحكام السعوديه جلاتنبرج طبعا الحكم الانجليزي الشهير، كان حكم قوي قوي، يعني بيجيبوا مستويات عاليه قوي. فاحنا لما نجيب يا جماعه احنا مش قليلين والله، يعني احنا عندنا دوري قوي جدا وعندنا لاعبين فنيا عاليين جدا في مختلف الانديه، مش هتكلم على الاهلي بس، فلازم تجيب حكام على نفس المستوى. فطبيعي جدا النادي الاهلي يطلب حكام اجانب يكونوا اوروبيين، ما يكونش عرب طبعا، لمباراه بيراميدز، ويكونوا من تصنيف رقم واحد في المستوى الاوروبي، وده شيء هيكون مهم جدا بالنسبه لمباراه كبيره بحجم مباراه الاهلي وبيراميدز، واكيد كله هيتابعها يعني الوطن العربي بالكامل، لان فريق بيراميدز ما عندوش تاريخ اصلا يعني، لكن هم قدروا ان هم يعملوا فريق بامكانيات كبيره وجيده جدا خلال هذا الموسم، ومنذ بدايه الموسم عندهم عدد من اللاعبين المحترفين المميزين وجهاز فني كمان، رامون دياز مدرب مميز يعني في الحقيقه. طيب ده كل الكلام اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف النهارده، ايه بقى اللي اتكتب في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للأهلي: الأهلي يبدأ غدا استعداده لمواجهة بيراميدز. بوابة أخبار اليوم: مارتين لاسارتي يجتمع بالجهاز الفني المعاون. الموقع الرسمي للأهلي: لاسارتي: أشكر جماهير الأهلي ولدينا أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها. يلا كورة: رفقة الطبيب سليمان وسعد سمير يتوجهان إلى ألمانيا لعلاج الركبة، الخبر ده مهم جدا. الشروق: الأهلي يستقر على إجراء عملية جراحية لنيدفيد في مصر. فيتو: لاسارتي يستطلع 4 أهداف مع الأهلي بعد وداع إفريقيا. اليوم السابع: تنفيذي الأهلي يجتمع غدا. الموقع الرسمي للأهلي: الأهلي يواجه النجم الساحلي بنهائي كأس الكؤوس لليد. الوفد: مدرب يد الأهلي نقاتل الفوز بكأس الكؤوس. طيب
كل الاخبار اتكتبت على النادي الاهلي النهارده في المواقع بكل تاكيد اخبار مهمه. خلينا نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي على نفس غرار فكر وتقاليد القلعه الحمراء، بيطوي صفحه وبينظر للامام واتكلم على مباراه بيراميدز والاستعداد لهذه المباراه اللي هيكون بدايه من بكره ان شاء الله، والتدريب بالتحديد ده هيكون عصرا على ما اعتقد يعني، واكيد هيكون تدريب مهم جدا وهيكون بدايه الاستعداد لمواجهه بيراميدز يوم الخميس. عندك الاثنين والثلاث والاربع المباراه ان شاء الله يوم الخميس، فبالتالي التدريبات اكيد هتكون مهمه جدا. وفي ميزه بقى عند مستر لاسارتي خلال المرحله بقى اللي هتبتدي بقى دي من بكره، ميزه هتكون مهمه جدا، وهي دخول بعض العناصر اللي كانت مش مقيده افريقيا في حسابات مستر لاسارتي دون النظر للعناصر او التركيز مع العناصر اللي هي كانت مقيده افريقيا. انت خلاص البطوله الافريقيه انتهت بالنسبه لك، فاصبح كل القائمه اللي موجوده في النادي الاهلي متاحه بالنسبه لمستر مارتين لاسارتي. يعني هنلاقي عوده صالح جمعه زي ما هو عاد خلال الفتره اللي فاتت، هيكون في الحسابات بشكل اقوى من كده، هنلاقي احمد الشيخ دخل في الحسابات، بعض اللاعبين اللي هم ممكن ما كانوش يكونوا مقيدين افريقيا اكيد هيكونوا متواجدين في حسابات مستر لاسارتي، فبالتالي الاستعدادات هتكون مختلفه بدايه من مباراه الغد او عفوا بدايه من مران الغد بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون استعدادات جيده ويدرس الجهاز الفني بالتحديد مستر لاسارتي نقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز عشان نقدر نعمل مباراه كبيره، والاهلي طبعا قادر على كده للنادي الاهلي يعني، ويقدر الاهم ان هو يفوز بالثلاث نقاط من مباراه صعبه وقويه زي دي. وبصراحه يعني على مدار سنوات عديده سابقه ما كانش فيه المنافسه القويه في بطوله الدوري بالشكل ده يعني. في اثاره في الموضوع يعني، انت بتبقى متحمس قوي لما تشوف مباريات تكون قويه قوي مع فرق بامكانيات عاليه، متحمس تشوف شكل المباراه من الناحيه الفنيه يكون شكله عامل ازاي، تستمتع بالمباراه. الاهم من الاستمتاع بالنسبه للاهليه هو الفوز طبعا يعني، لكن انا قصدي ان في منافسه قويه في بطوله الدوري، وده شيء مميز جدا جدا بالنسبه للبطوله وبالنسبه للمنتخب كمان يعني. بوابة أخبار اليوم، قالت مارتن لاسارتي يجتمع بالجهاز الفني المعاون، وده شيء هيكون طبيعي غدا إن شاء الله بإذن الله قبل المران، هيكون في اجتماع ما بين الجهاز الفني بشكل كامل مع مستر لاسارتي علشان يحطوا برنامج للاستعداد لمباراة بيراميدز، وكمان برنامج لفترة طويلة اللي جاية بإذن الله، عشان عندك خلاص مباريات ورا بعض هتكون في بطولة الدوري، وهي البطولة اللي أنت مركز عليها خلاص بشكل كامل خلال الفترة دي، فبالتالي هيكون اجتماع مهم، واكيد ممكن يتطرقوا لبعض السلبيات اللي ممكن تكون حصلت خلال الفتره اللي فاتت وبعض الايجابيات، لان اكيد مش كل حاجه بتبقى سلبيات يعني، اكيد هيكون في ايجابيات ممكن يتكلموا فيها. الاهم هو كيفيه تخطي المراحل الصعبه خلال التحدي الكبير والاهم والابرز حاليا بالنسبه للنادي الاهلي، وهي بطوله الدوري. وفي الحقيقه برضه عشان نبقى منطقيين، كان التحدي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن اخفقنا فيها خلاص، خلصنا منها، هنخش بقى على ايه؟ بطولة الدوري نركز فيها بشكل أكبر بإذن الله. الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال تصريح بتاع مستر مارتن لاسارتي، واللي قال أو اللي شكر فيه جمهور النادي الأهلي الكبير، وقال إن إحنا لسه عندنا أهداف كتيرة بنسعى لتحقيقها. وكلام مستر لاسارتي كلام منطقي، هو بس كان لازم يقول أو مش كان لازم يقول، هو ممكن يكون ما قالش ان الهدف الاساسي للنادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن طبعا كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بتبقى اهداف رئيسيه، فعلشان كده ممكن ما يكونش قال ان بطوله دوري ابطال افريقيا هي الاهم. اي بطوله بيشارك فيها الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى مهمه جدا، وبيبقى هدفه الاساسي والرئيسي هو الفوز باللقب، ان انت تطلع تاني او ان انت تخسر بطوله ده شيء بيبقى صعب شويه على النادي الاهلي، لكن هو طبعا شكر الجماهير، ودي اول مره اعتقد مستر لاسارتي من ساعه ما جه يشوف جمهور النادي الاهلي، بس انا عايز اقول له انت لسه ما شفتش حاجه، ده جمهور النادي الاهلي لو مدينا الساعه كامله للملعب استاد الجيش برج العرب هتلاقي الجمهور بره الملعب كمان، يعني هتلاقي المدرجات كلها مليانه وبره الملعب كمان حتى لو كان فرصك ضعيفه في التاهل، فلازم يكون في اعتبار كبير جدا لجمهور النادي الاهلي، لان هو اكيد زعلان وحزين، لكن دايما اللي متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي هو مساندة الفريق يعني خلال الفتره اللي جايه، الاهداف الكثيره اللي احنا بيسعى مستر لاسارتي لتحقيقها، وهي بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، وممكن يكون عنده بعض الاهداف الفنيه والتكتيكيه اللي بيحاول يطبقها ويحققها
خلال الفترة الحالية بالتحديد عشان يلاقي نتاج ليها خلال فترات بعيدة أخرى مقبلة بإذن الله. طيب خلينا بقى نروح للخبر الأهم ده وعايزين نتكلم فيه بشكل مهم جدا وضروري ومفصل تحديد من موقع يلا كورة، واللي بيتكلم على وليد سليمان وسعد سمير ان هم خلاص سافروا النهاردة الصبح لألمانيا علشان العلاج في بالنسبة للاعبين في الركبة. عايز ابتدي بس بوليد سليمان، لان خلال اللحظات اللي فاتت والساعات الماضيه ناس كتير جدا كانت كاتبه او ناس كتير جدا كانت بتتكلم على السوشيال ميديا ان في احتماليه كبيره قوي ان وليد سليمان يكون تعرض لاصابه اخرى، وان الاصابه قد تكون اصابه كبيره وقد تكون متعلقه بالرباط الصليبي، والنادي الاهلي مسفره عشان يتاكد من الموضوع ده. خليني اقول لكم الخبر الحصري بالنسبه لنا بعد التواصل مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره قبل الحلقه مباشره. سألناه حقيقة هذا الموضوع، قال لا مفيش كلام ده خالص، عاري تماما من الصحة. وليد سليمان مسافر ألمانيا عشان يطمن على ركبته بعد الانتهاء من فترة التأهيل والعلاج بشكل كامل جدا، وعشان يكون في مزيد من الاطمئنان قبل نزول التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع فريق النادي الأهلي. لكن وليد سليمان خلاص شفي تماما من الإصابة، كان عنده طبعا جزع في الرباط الداخلي للركبة، إصابة يمكن كانت قوية شوية. لكن وليد سليمان يا جماعة عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي، ما عندوش أي إصابة جديدة، ما فيش أي حاجة طارئة حصلت بالنسبة لإصابة وليد سليمان، وهو بس مسافر لمجرد الإطمئنان أو زيادة في الإطمئنان قبل ما يشارك في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بشكل طبيعي. فكل الكلام اللي انتوا بتقروه دلوقتي او كل الكلام ممكن يكون اتكتب على بعض المواقع او على بعض الصفحات على السوشيال ميديا هو كلام غير حقيقي. هو طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى خايف على لعيبته وكلام من ده، بس احنا بنطمنكم بشكل رسمي وبعد التواصل مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. ده فيما يخص وليد سليمان، لكن فيما يخص ايضا سعد سمير. سعد سمير لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني، وعنده خبرات كبيره ولاعب كويس جدا طبعا. فبالتالي هو خلال الفترة اللي فاتت أو خلال مباراة سان داونز الكارثية في جنوب أفريقيا تعرض بعد الهدف الأول أو بعد 20 دقيقة بالتحديد تعرض لجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. الحمد لله إنه مفيش قطع كلي ولا حاجة، فبالتالي هيحتاج يعني طريقة علاج معينة وبرنامج علاجي معين. فالنادي الاهلي والهيئه الطبيه بالنادي الاهلي برئاسه الدكتور الكبير دكتور احمد عبد العزيز قرروا ان هو يروح يعمل البرنامج التاهيلي ويتم الكشف على حالته بشكل مفصل، ويتم طبعا تاهيل سعد سمير بشكل جيد جدا وافضل من خلال تواجده في المانيا. وده اللي بيحصل بالنسبه لسعد سمير، والاصابه اعتقد يعني 3 شهور بالكثير وسعد سمير او 3 شهور 3 شهور ونص بالكثير قوي سعد سمير يكون متواجد مع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي ان شاء الله. اتمنى له كل السلامه ويعود سريعا للنادي الاهلي، وكل المصابين في الحقيقه محتاجين لكل لعيب مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ده كان خبر مهم وجب التعليق عليه. نروح للشروق، وايضا فيما يخص المصابين تكلم جريده الشروق على ان النادي الاهلي بيستقر على اجراء جراحة لنيدفيد في مصر، وده طبعا بعد ما تم عرض حالة كريم نيدفيد على دكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة أو الهيئة الطبية بالنادي الأهلي. وإحنا عارفين إن كريم نيدفيد جاله قطع في غضروف الركبة، فالموضوع كان ما بين إن كريم نيدفيد يا إما يعمل تأهيل على طول يعني مش محتاج لجراحة، وكان ما بين إن هو الأفضل إن هو يكون في تدخل جراحي. تم الاستقرار بشكل نهائي ان يكون في تدخل جراحي بالنسبه لكريم نيدفيد، وان بعديها ان شاء الله يعمل التاهيل المناسب بالنسبه له ويعود ان شاء الله في خلال 3 شهور للتدريبات مع النادي الاهلي وكمان المشاركه في المباريات. وفي الحقيقه كريم نيدفيد من العناصر المهمه جدا اللي بان قدراته وامكانياته. فاكرين كريم نيدفيد ده كان الناس كلها بتقعد يعني تنتقده بشكل كبير جدا، لكن الولد في الحقيقه بان جدا امكانياته وقدراته الفنيه واهميته في نص ملعب النادي الاهلي. اتمنى له ان شاء الله العوده سريعا والف سلامه عليه سواء هو او سعد سمير، ان شاء الله يرجعوا لنا بالف سلامه. فيتو بتتكلم من خلال تقرير على مستر لاسارتي واهدافه خلال المرحله اللي جايه، وبتقول ان هو بيحاول يستطلع 4 اهداف مع النادي الاهلي بعد وداع افريقيا. الهدف الاول هو اعاده تاهيل اللاعبين نفسيا، وده هيكون شيء مهم جدا جدا لان اللاعبين اكيد متاثرين نفسيا بعد الفتره اللي فاتت وبعد الهزيمه بالذات الهزيمه الكبيره
امام سان داونز. وكمان من ضمن الاهداف الخاصه مستر لاسارتي هو تجهيز التوليفه، وزي ما قلت لحضراتكم ان هيكون في دخول لبعض العناصر في الحسابات بشكل كامل بعد الخروج افريقيا، وهم العناصر اللي ما كانتش مقيده في القائمه الافريقيه، فبالتالي بيحاول يجهز التوليفه المناسبه لخوض المباريات خلال الفتره الجايه، وكمان مواصله الانتصارات المحليه، وده شيء هيكون مهم جدا بالنسبه لمستر لاسارتي. انت دلوقتي متصدر بطوله الدوري العام لاول مره هذا الموسم، فبالتالي مهم جدا ان انت توصل هذه الانتصارات عشان تقدر في ظل المنافسه القويه زي ما اتكلمنا مع الزمالك وبيراميدز ان انت ان شاء الله تقدر تحاول تاخد بطوله الدوري. بيتكلموا برضو على ان مباراه او الهدف الرابع بالنسبه لمستر لاسارتي، وده على حسب طبعا جريده فيتو، ان الدور الاول كانت اول مباراه بالنسبه لاسارتي مع النادي الاهلي، وكانت ضد بيراميدز وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجه 2-1، فبالتالي مباراه يوم الخميس هتكون من ضمن الاهداف لرد الاعتبار بالنسبه لمستر لاسارتي والنادي الاهلي بعد هذه الهزيمه، فبالتالي كلها اهداف اكيد بيشتغل عليها بشكل مهم جدا مستر لاسارتي ولاعبيه وجهازه المعاون، وان شاء الله اتمنى لهم كل التوفيق خلال المباراه دي وخلال في كل ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري. اليوم السابع قالت ان المكتب التنفيذي للنادي الاهلي هيكون عنده اجتماع غدا، وهو في الحقيقه هيكون اجتماع مهم، واحنا عارفين المكتب التنفيذي في النادي الاهلي بيكون برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة، كابتن رانيا علواني أو دكتور رانيا علواني عضو مجلس الإدارة، ودكتور مهند مجدي، وده في الحقيقة هيتكلموا فيه أو هيتطرقوا فيه لعدد من الأمور الإدارية والرياضية الهامة جدا اللي بتخص النادي الأهلي بشكل عام، فبالتالي هيكون الاجتماع إن شاء الله بكرة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الموقع الرسمي للأهلي بيتكلم بقى على جزئية تانية بخلاف كرة القدم بالتحديد فيما يخص فريق كرة اليد الرجال بالنادي الأهلي، واللي احنا عارفين ان هو متواجد في المغرب. كان عندنا بطولة السوبر امام الزمالك وخسرناها، لكن في بطولة اخرى بيواصل فيها الفريق ووصل خلاص للمباراة النهائية امام فريق النجم الساحلي، المباراة ان شاء الله هتكون النهاردة في المغرب، وهي مباراة نهائي كأس الكؤوس، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله ان هم يفوزوا بهذه البطوله ويعوضوا لنا كاس السوبر اللي خسروه مؤخرا من نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين الفريق بيستعد بكل قوه لهذه المباراه، او كان بيستعد بكل قوه لهذه المباراه، المباراه النهائيه امام النجم الساحلي تحت قياده طبعا المدير الفني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للنادي الاهلي. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق ان هم ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا ببطوله كاس الكؤوس، ده فيما يخص فريق كره اليد الرجال بالنادي الاهلي. دي كانت ابرز الاخبار النادي الاهلي في المواقع النهارده، خلينا نروح بقى نتطرق لكل ما كتب على الاخبار المحليه والعالميه، وكمان ما كتب على محترفينا في الخارج خلال العناوين اللي جايه دي. يلا بينا. اليوم السابع الجري يطلب 50,000 مشجع في ودياتي المنتخب قبل أمم إفريقيا. كورة معسكر برج العرب يجهز منتخب مصر لأمم إفريقيا. الفجر اتحاد الكرة يرد على انتقاد مسؤولي تونس لملعب السويس. الشروق تريزيجيه مرشح لجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري التركي. فيتو ليفربول في مواجهة مصيرية اليوم مع تشيلسي في قمة البريمير ليج. سبورت 360 فيرمينيو سعداء بعودة صلاح للتسجيل. ثلاثة مهاجمين يشعلون الصراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان. نبتدي باليوم السابع واللي بتتكلم على جزئيه احنا اتكلمنا في الحقيقه فيها مع بدايه الحلقه النهارده، وهو فيما يتعلق بمنتخب مصر ومستر اجيري اللي طلب حضور 50,000 مشجع
في مباريات المنتخب الوديه استعدادا لبطوله الامم الافريقيه. احنا عارفين المنتخب هيكون عنده ماتشين وديين قبل البطوله مباشره، بيستعد من خلالهم لهذا المحفل الافريقي الهام جدا يعني. فالراجل طلب 50,000 مشجع من الاتحاد ان يتم توفيرهم، او مش يتوفيرهم يعني يسمح لهم ان هم يحضروا المباريات الوديه علشان يعود اللاعبين نسبيا على الضغط الجماهيري اللي هيكون متواجد بكل تاكيد في مباريات المنتخب في بطوله الامم الافريقيه. عندك مجموعه سهله وكل حاجه، هتصعد يعني ان شاء الله، لكن عندك هيكون في مباريات اصعب بكتير في الادوار المقبله، فبالتالي مهمه قوي ان انت تتعود على الضغط الجماهيري اللي لازم هيكون موجود، خصوصا البطوله على ارضك وسط جماهيرك في مصر. فهو عايز يهيئ اللاعبين نفسيا للحضور الجماهيري الكبير المتوقع طبعا في بطوله الامم الافريقيه، وده شيء هيكون مهم جدا جدا يعني. فبالتالي ده خبر مهم، ونتمنى طبعا ان يسمح للجماهير الحضور في المباريات الوديه عشان يتم طبعا تعويد اللاعبين على الحضور الجماهيري والضغط الجماهيري. طيب كوره، معسكر برج العرب يجهز منتخب مصر للامم الافريقيه. واحنا عارفين ان طبعا البطوله هتكون هنا في مصر، طبيعي ان انت هتعمل معسكر جوه مصر، انت مبارياتك هتبقى في استاد القاهره، لكن تم الاستقرار على ان المعسكر الخاص بيك هيكون اللي هو الاستعداد لبطوله الامم الافريقيه هيكون في مدينه برج العرب. فبالتالي من خلال هذا المعسكر هيتم الاستعداد بكل قوه، وخصوصا ان الدوري هيتم ايقافه من يوم 3/6 يعني قبل البطوله بحوالي 18 يوم، يعني قول اسبوعين، وما اعتقد يعني اسبوعين 20 يوم يعني كافيين بشكل كبير جدا للمنتخب ان هو يستعد ان شاء الله بشكل كبير. وكمان في بعض المحترفين اللي هيخلصوا كل ارتباطاتهم مع نهايه شهر 5، فبالتالي هيتم التواصل معاهم من خلال طبعا المسؤولين في اتحاد الكره عشان يشوفوا امكانيه حضورهم، واكيد هيتم حضورهم بشكل مبكر. اللي هيخلص من المحترفين اللي هيتم الاستقرار عليه ان هو يكون متواجد في قائمه المنتخب في بطوله الامم الافريقيه اكيد هيجي بدري شويه عشان يدخل مع المجموعه ويستعد بكل قوه مع المنتخب لهذه البطوله الهامه جدا، واللي اصبحت مطلب رئيسي بالنسبه للجماهير المصريه. الفجر بتتكلم على اتحاد الكوره ان هو بيرد على انتقاد مسؤولي تونس لملعب السويس. فبالتالي احنا عارفين ان كان في قرعه اول امبارح، وانا عايز اقف عند النقطه دي شويه بس بعد ما نتكلم عن الخبر ده. بعد القرعه كان كل مندوبي المنتخبات الموجودين في مصر بيروحوا يبصوا على الملاعب اللي هيتدربوا عليها والملاعب، طبعا ده الكلام ده كان بالامس يعني، القرعه كانت اول امبارح، وامبارح كان المسؤولين او كل مندوبي المنتخبات الموجودين بيروحوا ان هم يبصوا على الملاعب التدريب والملاعب اللي هيخوضوا عليها المباريات بتاعتهم ويلقوا نظره يعني على هذه الملاعب. لما راح مسؤولي منتخب تونس الشقيق يعني اللي احنا اكيد بنحترمهم ونقدرهم بشكل كبير جدا، راحوا الملعب السويس فما عجبهمش شويه الملعب، لكن اتحاد الكره بيرد وبيقول ان ما فيش ولا ملعب حتى الان جاهز بنسبه 100%. وبالمناسبه يعني يوم 15/5 هو ده الميعاد المحدد لتسليم الملاعب بشكل رسمي وجاهز لاتحاد الكره، فبالتالي شيء طبيعي وبديهي جدا ان انت تلاقي بعض الملاعب لسه مش جاهزه. يمكن الملعب اللي جاهز شويه هو ملعب الدفاع الجوي، تجهيزات فيه مناسبة جدا يعني، لكن بالنسبة لبقية الملاعب وملعب السويس بالتحديد لسه في أمور أخرى بيتم إصلاحها في هذا الملعب. فالمسؤولين في اتحاد الكرة أكدوا للاتحاد التونسي واللي مندوبي منتخب تونس إن الملعب هيكون على أفضل شكل، وخصوصا ملعب السويس ملعب جيد جدا في الحقيقة، فعلى ما هم هيكونوا موجودين في مصر إن شاء الله هيكون الملعب لائق تماما لاستضافتهم في بطولة الأمم الأفريقية وخوض المباريات الخاصة بهم على هذا الملعب. الشروق بتتكلم على تريزيجيه وأن هو أحد اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خط وسط في بطولة الدوري التركي. تمام؟ فبالتالي تريزيجيه في الحقيقة عامل موسم، مش موسم واحد، بقاله موسمين ماشي بشكل كويس جدا مع فريق قاسم باشا التركي وبيؤدي مستويات رائعه وبيصنع اهداف كتير، وكمان
بيحرز اهداف كتير بالنسبه لفريق قاسم باشا، فطبيعي جدا ان هو يكون متواجد في هذه القائمه اللي بتضم 8 لاعبين، ويمكن ابرزهم تريزيجيه ان هو يكون مرشح الاقرب للفوز بهذه الجائزه. وتريزيجيه كمان اكيد هيكون من ضمن المرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري التركي. لكن انا نفسي بصراحه تريزيجيه ان هو لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا جدا، نفسي ان هو يكون متواجد في دوري اقوى من كده بكثير. الدوري التركي طبعا مع احترامي ليه دوري جيد ودوري كويس وكل حاجه، لكن في امكانيات بالنسبه للاعب تتمناها في دوريات اكبر. يعني تريزيجيه يقدر يلعب في الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، دوري اي دوري في اوروبا يكون اقوى من الدوري التركي يقدر فيه تريزيجيه. بالمناسبه تريزيجيه كان رايح انتر ميلان مع بدايه هذا الموسم، لكن الامور يعني مختلفه، ما تمش هذا الانتقال بالنسبه لتريزيجيه. ده ايضا كان خبر مهم. في نقطه بس نسيت اعلق لحضراتكم عليها، وهي خاصه باتحاد الكره، ولازم نشيد بصراحه بالتنظيم الخاص بقرعه طويله الامم الافريقيه اللي كانت اول امبارح في مكان ما فيش احلى ولا اروع من كده بصراحه، عند الاهرامات وابو الهول. فبالتالي المنظر كان حضاري، الواحد كان فخور جدا 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 كالعاده يعني ان هو مصري وبينتمي لهذه البلد الكبيره والعظيمه من خلال المنظر اللي شفناه اول امبارح. زي ما انتقدنا بصراحه اتحاد الكره ساعه مباراه الاهلي والزمالك في المباراه اللي تمت على استاد الجيش برج العرب والامور كلها اللي احنا كلنا عارفينها، لكن في الحقيقه عملوا مجهود كبير جدا، ومحمد فضل طبعا مدير البطوله عمل مجهود اكثر من رائع، واحد الكوادر الاهلاويه المميزه جدا في الحقيقه. فبالتالي كان لازم او وجب ان احنا نشيد يعني بالتنظيم، واكيد اكيد تنظيم البطوله هيبقى على نفس الغرار ده، حاليا تنظيم جيد جدا، لكن الاهم برضه في الاخر ان المنتخب يفوز بطوله. لما المنتخب يفوز بالبطوله كل حاجه هتبقى شكلها حلو وكل حاجه هتنجح باذن الله. يعني نروح بقى لبعض الاخبار العالميه، بتحديد من فيتو بتقول ان ليفربول عنده مواجهه مصيريه، مواجهه خلاص اعتقد ابتدت خلاص، كانت في تمام الساعه 5:30 يعني ابتدت بقى لها 10 دقائق او ربع ساعه. كام يا جماعه النتيجه؟ لسه 0-0. الملعب او المباراه طبعا في الانفيلد على ملعب ليفربول في مواجهه قويه جدا مع تشيلسي، وبالتالي مهم جدا ان ليفربول تفوز بهذه المباراه، خصوصا بعد ما النهارده كمان من حوالي ساعه انتهت مباراه مانشستر سيتي وكريستال بالاس بفوز مانشستر سيتي 3-1. احرز الاهداف ستيرلينج هدفين، لاعب مميز جدا، واعتقد هينافس على جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي مع فان دايك. وكمان احرز جابرييل خيسوس الهدف الثالث في الدقيقه 90 بعد ما كريستال بالاس كانت خلصت الفارق في الدقيقه 80. لكن المنافسه بقت قويه جدا كده، مانشستر سيتي فارق نقطه على فريق ليفربول، فمهم جدا. اصعب مباراه فيما تبقى من بطوله الدوري الانجليزي بالنسبه لليفربول هي مباراه اليوم اللي بتتلعب في هذه اللحظات مع تشيلسي. لو فازوا بهذه المباراه هيستمروا في المنافسه، وخصوصا ان مانشستر سيتي عندهم ماتشين في الدوري مهمين قوي وصعبين جدا، توتنهام وايضا مانشستر يونايتد. فمن المتوقع، مش متوقع قوي يعني، في ظل تواجد جوارديولا يعني مع فريق مانشستر سيتي واللاعبين المميزين في الحقيقه المتواجدين، لكن وارد ان هم يفقدوا بعض النقاط فيستغل ليفربول هذا التعثر. المهم بالنسبه لليفربول ان هم يوفقوا ان شاء الله في مباراه اليوم امام تشيلسي. في نفس السياق فيرمينيو بيتكلم عن محمد صلاح وقال ان هو سعيد جدا لعوده محمد صلاح للتهديف، خصوصا بعد غيابه لفترات كبيره عن التهديف سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال اوروبا. قال ان محمد صلاح لعيب مهم جدا بالنسبه لنا، فعودته للتهديف هتدينا قوه في مرحله صعبه قوي قوي من الموسم، خصوصا ان هم طبعا بينافسوا في بطوله الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظه، وكمان بينافسوا في الشامبيونز ليج بعد ما فازوا كمان في مباراه الذهاب على بورتو في الانفيلد بنتيجه 2-0. لسه عندهم مباراه الاياب وفرص بتاعتهم كبيره ان شاء الله في الصعود لنصف النهائي. فبالتالي هو مبسوط جدا كلاعب في ليفربول بعوده محمد صلاح للتسجيل، لان هم محتاجين محمد صلاح طبعا في هذه الفتره. نتمنى لمحمد صلاح وكل رفاقه وزمايله في ليفربول كل التوفيق خلال بطوله الدوري الانجليزي وبطوله الدوري ابطال اوروبا. طيب دي كانت ابرز الاخبار المهمه جدا في الساحه العالميه وكل ما يخص محترفينا في الخارج، وكمان فيما يتعلق بالساحه المحليه. خليني سريعا اخد تواصل جمهور النادي الاهلي على هاشتاج جمهوركم معاكم، واللي مستمر ومكمل هذا الهاشتاج علشان يكون في مسانده قويه للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني خلال المرحله الحاليه. فبالتالي نتمنى كل التوفيق من اللاعبين بعد هذه المسانده اللي هتكون كبيره جدا او اللي هي معتاده يعني خلال الفتره الحاليه.
خليني اقول لكم عمرو خالد قال جيت ريدي فور ذا كومباك، هو يمكن كان قصده هنا على مباراه صن داونز لكن ما حصلش توفيق، وبيقول ان احنا مستعدين للعوده. كمان في عدد كبير جدا من التويتات او الكلام اللي نشره جمهور النادي الاهلي يس وي كان، يعني احنا نقدر. في برضو احمد قال ان احنا مهم جدا المرحله الجايه بالنسبه لنا في بطوله الدوري الممتاز، يعني في تحفيز ومسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي من خلال الهاشتاج جمهوركم معاكم، ده شيء مميز. واحد منزل، واحد اسمه خوف منزل صورة بكاري جسامة وكاتب wanted يعني مطلوب، خصوصا بعد المباراة الصعبة في الحقيقة اللي هو أداها امبارح مباراة الأهلي وصن داونز، لكن علينا خلاص ملفه خلص وإن شاء الله النادي الأهلي يركز فيما تبقى له من مباريات هذا الموسم وتحديد المباريات المحلية أيضا في بطولة الدوري وبطولة كأس مصر. كل التوفيق للنادي الأهلي جهاز فني إدارة ولاعبين وكل المساندة والدعم ليهم مننا كلنا ومن كل جمهور النادي الأهلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نستضيف ضيفنا العزيز أستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق عشان نتكلم بشكل مفصل أكتر فيما يخص النادي الأهلي وكمان فيما يخص استعدادات المنتخب المصري لبطولة الأمم الأفريقية. استنونا بعد الفاصل. شرفنا النهاردة في الاستوديو في فقرة تانية من حلقة كلام في الميديا النهاردة أستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريدة الشروق. يا أستاذ محمود مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير وعلى كل مشاهدي قناة. الحمد لله كله تمام. الحمد لله الحمد. يعني في كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه بالتحديد فيما يخص النادي الأهلي وإمبارح وفوز الفريق بنتيجة 1-0، النتيجة الغير كافية للتأهل، لكن تقييمك للمشهد بالأمس بشكل عام سواء النتيجة المباراة أداء النادي الأهلي الجمهور كمان وحضوره لمباراة الأمس؟ هو طبعا بعد مباراة الذهاب واللي حصل فيها والنتيجة الكبيرة اللي حصلت فوز صن داونز ما كانش منتظر من فريق الأهلي أنه يقدم حاجة أفضل من كده، إن الضيف جاي بيلعب بأفضلية كبيرة جدا طبعاً. نتيجة كبيرة طبعا هيبقى صعب تعوضها، كانت بتحتاج معجزة. النادي الأهلي بدأ من الدقيقة الأولى عمل أداء مميز جدا، واجه حارس صن داونز بمفرده اونيانجو شايل مثلا 3-4 فرص مؤكده، اضافه طبعا لفرص ثانيه ضايعه اللي في القايم وهدف ملغي كان صحيح باعتراف العديد من الخبراء ونجوم الكوره، فما كانش منتظر اكتر من كده من النادي الاهلي، لان كمان انت بتلعب تحت عبء نفسي كبير جدا انك تعوض وانك في نفس الوقت رد اعتبار وفي نفس الوقت خيط امل ضعيف جدا انك تتاهل لدور قبل النهائي، وفي نفس الوقت ضغط مباريات في الدوري جاي، اختبارات جايه، بتعمل حساب انك تكسب وتعمل دفعه معنويه، فكان في اهداف كتيره وضغط كبير وحضور جماهيري مكثف، اخبار بتتناقل ان جمهور نايم على منافس بيع التذاكر عشان يحضر مباراه زي دي. اخبار مش تتناقل، دي صور كمان واضحه بالنسبه للناس كلها وشفناها كلنا، يعني مدى حرص جمهور النادي الاهلي ان هو يبات في الشارع عشان ياخد تذكره يحضر بيها مباراه غايه في الصعوبه، مباراه الامال فيها صعبه جدا ان انت تتاهل، فهو ده جمهور الاهلي. ومع ذلك الاهلي زي ما نقول هو قدم، يعني ما كانش منتظر افضل من كده، بالعكس ده في كان سيناريوهات كمان الناس بتتوقع ان لا النتيجه تخرج تعادل، صن داونز هيلعب باعصاب مستريحه، حتى بعد المباراه بيتسو موسيماني مدرب صن داونز قال انا تعرضت لضغط في مباراه النهارده ما شفتوش في ملاعب انديه كبيره زي الترجي وزي الوداد، قال لك النهارده ضغطت واعترف ان النادي الاهلي كان اداؤه افضل، اعترف ان كره عمرو السوليه اللي اصطدمت بالقايم كانت نقطه تحول كبيره في المباراه، اشاد باداء النادي الاهلي وقال ان هو النهارده كان افضل مننا واحنا تعرضنا لضغط كبير، فاظن ان هي كانت مباراه الذهاب كانت زي غفوه يعني غفوه بوظت، يعني بوظت سيناريو كان ماشي كويس جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، نتائج كويسه جدا في الدوري، كنت مبتعد بشكل كبير عن صداره الدوري فعلا. دلوقتي بقيت متصدر الدوري، نتائجك كويسه، لكن كانت الازمه كلها في المباريات الخارجيه للنادي الاهلي وبعض الاخطاء الفنيه البسيطه اللي يعني يتحملها لاسارتي بشكل طبيعي لان هو المسؤول رقم واحد، وهو نفسه طلع قال كده، قال انا بتحمل كل حاجه بعد المباراه الاولى واعتذر للجماهير بشان تبديلاته بشان التشكيلات اللي بيبدا بها المباراه بشكل يعني حسن او عدم حسن ادارته للمباريات خاصه خارج مصر، فاعتقد ان اتمنى ان يكون الاداء ده يكون دافع للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، ان خلاص بقى اللي جاي هيبقى مرحله الحسم، شهر ابريل هيبقى مرحله حسم مهمه جدا للنادي الاهلي بعد الخروج من بطوله افريقيا، دلوقتي هيبقى تفرغ كامل للمسابقات المحليه سواء الدوري او كاس مصر في حاله استكماله.
مكاسب من مباراه الامس ايه؟ احنا طبعا خرجنا طبعا بطوله وكل حاجه، لكن هل في مكاسب من مباراه امبارح؟ مكسب معنوي انك قدمت يعني مش هنقول رد اعتبار يعني برضو ايه، احنا مش عايزين نحمل امور اكتر من طائط او طار او اي حاجه، لكن يكفي ان جماهير الاهلي حيت اللعيبه بعد المباراه. احنا ودي ثقافه لازما يعني تتنقل لنا تدريجيا، انت مش شرط تكسب كل المباريات، مش شرط تكسب كل البطولات، لازم نعترف ان ممكن يكون الخصم او المنافس افضل منك او اقوى او ظروفه افضل او استعداداته يعني انجح او التوفيق محالفه اكتر منك. فاعتقد ان دي ثقافه مهمه جدا ان هي تتربى في نفوس الجماهير، وفي نفس الوقت اللعيبه عليهم مسؤوليه كبيره جدا جدا. وشفنا المنظر بعد المباراه، كابتن حسام عاشور وبيلم اللعيبه حواليه، واضح ان الرساله ان اللي جاي لازم يكون يعني مصالحه كبيره للجماهير، ان دلوقتي بعد الخروج من دوري ابطال افريقيا اللي هي كانت تعتبر لقطه مهمه البطوله حاجة. البطوله الاهم للنادي الاهلي الموسم ده، فاعتقد دلوقتي ما بقاش في بديل غير الفوز بلقب الدوري وتعزيز الصداره، لان برضو الفتره اللي جايه فيها اختبارات مهمه جدا جدا، فكان من المهم ان اللعيبه تخش او الفريق بكامل قواه بالجهاز الفني ان هو يخش الفتره اللي جايه بانتصار ولو معنوي على سان داونز. طيب رايك في جسامه ايه؟ حكم اللقاء، هو حكم اللقاء يعني عارف لما انت بتجري في ماراثون، يعني احنا بنتكلم عن هناخد شقين، الشق الاول قراراته الفنيه، يعني قراراته الفنيه ما فيهاش مشكله، يعني طبعا ما فيهاش مثلا خطا مؤثر، حتى الهدف اللي اتلغى بتاع جوني ارجاي لا ده كان من مساعد الحكم. لكن مشكله الحكم ان هو بيموت اللعب، هو بالضبط. تحس ان هو جاي عايز كانك بتجري واحد ربطك بحبل، صح تحت الفرصه اخطاء يعني ساذجه جدا، مثلا كوره معاك وبتاعتك اتاحت فرصه كمل اللعب، لا ده بيصفر كتير، بيعطل اللعب كتير، الوقت الضايع. اخطاء ساذجه ولا متعمده؟ والله بص انا ما عنديش من معلومه، من خلال ما فيش معلومه اوكي، بس من خلال رؤيتك للمباراه مثلا، لا او خلال متابعتك لاداء هو مهمد اللعب، يعني حتى انذاراته في انذار اخير اداه لوليد ازارو بعد مشاده بين اللعيبه، وليد ازارو ما كانش ليه علاقه بالخناقه اصلا. فغير كده الحكم بكاري الجسامه ليه وقع مع النادي الاهلي في نهائي الوداد، نفس السيناريو بالظبط في 2017 في ملعب محمد الخامس، نفس السيناريو برضو بيعطل اللعب، انذارات مش عايز الكره تمشي كتير، لكن هو كاخطاء مثلا مؤثره ان هو مثلا ظلم الفريق في حاجه ما معينه، لا مش شايف ان هو مثلا اخطاء مؤثره لي باستثناء الهدف، قلنا الهدف بيتحمله حمل الرايه، لكن يعاب عليه قصه اللي تعطيل اللعب، تحس ان هو في نوع من الغرض، انا ما اقدرش اجزم بكده طبعا ما نقدرش، بس يعني واضح من ادائه وطريقه فيها تعنت لا غريبه جدا، وخاصه في الشوط الاول، يعني الشوط الاول اونيانجو حارس سان داونز وقع 3-4 مرات لوحده، حسب دقيقتين بس، حسب دقيقتين وقت ضايع، الشوط الثاني حسب وقت ضايع ما تلعبش تقريبا، يعني هو اللي وقف فيه اكتر ما تلعب، فهو يعني ورغم ان هو بيصنف من افضل الحكام في افريقيا، يعني حكام صف اول في افريقيا بتسند ليه مباريات مهمه جدا، سواء في بطولات كاس الامم او في التصفيات كاس العالم او تصفيات كاس الامم، وهو كان حكم مصر مباراه مصر والكونغو اللي صعدنا فيها كاس العالم، وهو اللي احتسب لنا ضربه الجزاء. بس تفتكر قبل ضربه الجزاء دي كان ليها ضربه جزاء ما اتحسبتش؟ يعني هو برضو التحكيم الافريقي عموما خصوصا اللي هي القاره السمراء، يعني مش عايزين ناخد الامر عنصري، اصحاب البشره السمراء بالذات تبقى ليهم اخطاء صعبه شويه مش مفهومه، عشان كده برضو انت لو تلاحظ فين التحكيم الافريقي من كاس العالم مثلا، صح مش هتلاقي، يعني اخر حاجه كان الراحل سعيد بلقوله المغربي كان نهائي كاس العالم 98، بعد كده مين الحكم الافريقي اللي لمع وفرض نفسه بقوه في تصفيات كاس العالم او في بطوله كاس العالم؟ مش هتلاقي. فالتحكيم الافريقي فيه دروب كبير جدا جدا جدا، يعني يعني اتمنى ان يكون في تحسن شويه في اداء التحكيم الافريقي، وخصوصا ان دايما بيبقى اللغط والكلام كتير على التحكيم في قاره افريقيا، بس ما بنشوفش اللغط والكلام الكتير ده في اوروبا او في اسيا او في امريكا للاسف. يعني رايك كيف ازارو امبارح؟ ازارو امبارح لعب ماتش كويس جدا جدا، كان النادي الاهلي كان بيحتاجه الفتره الاخيره، كان النادي الاهلي محتاج الجزء الامامي يبقى فيه نوع من السرعه شويه، ازارو من النوع اللي هو لعيب ما بيهمتش بالبلدي كده، عنده روح عاليه قوي، قوه سرعه التحامات كتيره، التحم كتير جدا كتير جدا مع حارس مرمى سان داونز والدفاع بتاع جنوب افريقيا، فكان النادي الاهلي كان محتاجه جدا، حتى الهدف جاي بصعوبه طبعا، هدف صعب جدا. اي نعم هو يعاب عليه شويه ان هو قصه اضاعه الفرص السهله، يعني ازارو في حاجه غريبه ممكن يجيب الصعب ويضيع السهل، فدي مشكلته الوحيده، لكن هو كاداء كمعدل كقوه كسرعه لا انا شايف ان هو راجل كان هداف الدوري السنه اللي فاتت، فهو بره التقييم، هو بس يعاب عليه، وده في اي حته في بره التقييم، ده بره التقييم، يعني بره التقييم لا هو لعيب مميز جدا. ما انت مثلا عندك في ريال مدريد كلام كتير جدا يقال على بنزيما، لكن هو لاعب مهم جدا ما تقدرش يستغنى عنه،
يعني ده من القوام الرئيسي للنادي الاهلي في اخر سنتين، فمش مستواه امبارح هو اللي بيقيم ازاره، لا رغم كل الانتقادات اللي بتوجه ليه. عشان كده بسالك. لا لكن لا في لا انا بالنسبه لي كرايي انا مقتنع بيه جدا من اول يوم ليه في النادي الاهلي، والقناعه زادت تدريجيا واثبت كده في نهايه الموسم اللي فات ان هو كان هداف الدوري. هداف الدوري واكبر لاعب او اكتر لاعب جاب اهداف، لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد 18 هدف. هو بس يعاب عليه ان هو وبرده يعاب عليه قصه اهدار الفرص السهله، لكن برده في نفس الوقت يا جماعه ازارو لعيب صغير في السن، لعيب واللعب للنادي الاهلي ضغوط كبيره جدا جدا. هو برده جاي من النادي مع احترامنا نيه الدفاع الحسن الجديد يعتبر نادي مش الطب في المغرب، لا هو الرجاء ولا هو الوداد ولا هو المغرب الفاسي ولا هو الجيش الملكي ولا هي الانديه الكبيره دي. فهو انا شايف حتى الان شايف ان هو مقنع جدا جدا يعني. تمام. المرحله اللي جايه بقى بالنسبه للنادي الاهلي، عندك مباراه بيراميدز، مباراه قويه جدا يوم الخميس، بعديها في مباراه المصري اعتقد يوم الاحد هتبقى مباراه ايضا قويه جدا، بالتالي منافسه صعبه قوي في بطوله الدوري في ظل المستويات العاليه لكل الفرق خلال الفتره دي. نبتدي بمباراه بيراميدز، رايك في المباراه ايه وازاي يقدر النادي الاهلي يتخطى هذه المرحله نفسيا قبل مباراه هتكون صعبه زي دي؟ مباراه بيراميدز يا اميره هتعتبر مباراه قمه، لان اللي فايز بيها ممكن يبقى هو اول الدوري، صح؟ فلازم تبقى دي في حسابات الجهاز الفني. معوضه في الاعتبار ان بيراميدز لاعبين ماتشين زياده. معوضه في الاعتبار ان بيراميدز ماتشين زياده، لكن في نفس الوقت المواجهات المباشره بين النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز هتحدد لشكل كبير جدا مين اللي عنده القوه والنفس الطويل ان هو يكمل ويتوج في النهايه. كذلك بعد بيراميدز عندك مباراه المصري، مباراه المصري برضو مباراه مهمه جدا طبعا، ما ننساش ان المصري هو اللي ضيع الصداره من الزمالك لاول مره السنه دي. ايهاب جلال عاملين اداء جيد جدا، في طفره يعني، كان في اول الموسم برضو المصري يعني كان عنده دروب مشابه شويه للنادي الاهلي، كان عنده كونفدراليه ومشوار افريقي وصل فيه لقبل النهائي ومباريات صعبه، فيتا كلوب، وعاش مرحله صعبه جدا، ثم رحيل كابتن حسام حسن، ثم كابتن مصطفى يونس يجي، ثم كابتن ميمي عبد الرازق، يعني كان حصل شويه خلل فني كده اثر على النتائج، لكن مع كابتن ايهاب جلال بدا الفريق يستعيد عافيته ودخل دلوقتي مربع ذهبي وبقى من القوه المؤثره جدا جدا، وبرده مبارياته مع انديه القمه هتحسم بشكل كبير مين بطل الدوري في النهايه. فالنادي الاهلي قدامه مباراتين في منتهى الصعوبه، برده في نفس الوقت مواجهه ضد بيراميدز، مواجهه الدور الاول كان خساره للنادي الاهلي 2-1، فريق بيراميدز فريق قوي جدا جداً. عنده قوه هجوميه جباره، رغم انه برضه غياب عمر خربين هيكون مؤثر في صفوف نادي بيراميدز. نادي بيراميدز عنده لعيبه لعبت منتخب مصر ولعبت بطولات كبيره، عنده عبد الله السعيد، عنده احمد الشناوي، عمر جابر، عنده لعيبه دوليه في منتخبات ثانيه، عنده إريك تراوري مميز قوي، إريك تراوري راجل جايب يعني كسبه ماتش الاتحاد اخر مباراه، صفقه كانت مهمه جدا في يناير رغم الكلام الكتير اللي هو كان هيروح ويجي، زائد برضو ان بيراميدز ابتعد عن مباريات حوالي شهر، عمل فتره اعداد اكتر شهرين تقريبا، يعني حوالي 36 يوم او 40 يوم، عمل فتره اعداد كده مصغره مع رامون دياز برضو مدرب ليه تقل معاه جهاز فني معاون قوي جدا. الناحيه الثانيه النادي الاهلي عدى سان داونز، لكن برضو في جرح اليم طبعا لازم بقى يتداوى اكتر مع بيراميدز، وهيبقى صدام قوي برضو هيدل على قوه شخصيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، ان هو لو تجاوز الاختبار ده ثم اختبار المصري اللعيبه دي هتبتدي تكتسب ثقه اكبر طبعا. هتبتدي تكتسب شخصيه البطل اكتر اللي هي كانت للاسف مفقوده في بعض اللحظات اللي هي اثرت في غفله سان داونز في جنوب افريقيا. لكن اكيد هتكون مباراه صعبه جدا، مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه بعد الخروج من بطوله دوري ابطال افريقيا؟ وهم اكيد خلاص هيركزوا في بطوله الدوري، لكن ايه المطلوب منهم فنيا مثلا او نفسيا وذهنيا خلال هذه المباراه؟ هو الخروج من دوري ابطال افريقيا هيخدم الاهلي في نقطه واحده إيه؟ اللي هي هيتفادى ضغط المباريات. خلي بالك برضو لو كنت تاهلت كنت هتلاعب الوداد المغربي، فريق قوي جدا جدا، مباراتين رايح جاي، بعد كده ضغط مباريات، بتلعب مباراه في ملعبك ثم بعدها بثلاث ايام مباراه في القاهره ثم هتروح المغرب، فانت تفاديت ضغط المباريات ده. هيبقى محتاج النادي الاهلي او مارتن لاسارتي بالتحديد الاستفاده باكبر عدد ممكن من اللعيبه في الفتره الجايه، مع اللي هو يرسم كده قوام رئيسي هو ده اللي انا هكمل بيه لنهايه الموسم، وفي نفس الوقت يبقى في اسلحه بديله في حاله مثلا اصابات او ايقافات، لان الفتره اللي فاتت برضو في لعيبه استنزفت طبعا زي علي معلول مثلا، وشفنا محمود وحيد في اداء في مباراه المقصه كان عمل مباراه كويسه وجماهير كتير اشادت بيه ونقاد اشادوا بيه، فاعتقد ان الفتره الجايه برضو محتاج انك تستفيد من اسلحه تانية كانت مركونه او بمعنى صح ما كانش يحق لها المشاركه في دوري ابطال افريقيا زي جيرالدو مثلا، برضو هتبقى فيه دم جديد هيخش الفرقه، فبرضو الفتره اللي جايه هتبقى سلاح ذو حدين للنادي الاهلي ومارتن لاسارتي بالتحديد، اللي هو هيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه. كمان صلاح جمعه
صالح جمعه بشكل اكبر وزير رجله زي ما انت بتقول احمد الشيخ. بعض اللاعبين كانوا بعيد عن القائمه، كانوا بعيد عن الصوره سواء بقى الاصابات او سواء ابتعاد فتره طويله او عدم القيد في القائمه الافريقيه، هيكون بقى ليهم دور اكتر الفتره الجايه برده، زي حمدي فتحي لاعب وسط الملعب. حمدي فتحي طبعا اداء مميز، بس هو كان بعيد بسبب الاصابه، لكن حمدي فتحي كان مقيد افريقيا. ما هي بص، ما هي بص امير، اصابه وبعد كده بتلعب دوري وافريقيا، صح. فمع الضغوط كمان النفسيه، فاللعيبه مش معتاده، في لعيبه فعلا مش معتاده. انت جاي من نادي، مع احترامنا لكل الانديه، نادي مش بينافس، مش مطالب ان هو يفوز بكل البطولات، صح. نادي ما عندهوش جماهيريه كبيره بتضغط عليه، نادي ما يعني ما بيحسبش، الجماهير بتحسب اللاعب دلوقتي النفس الواحد. دلوقتي عندك السوشيال ميديا، اللاعب بيشوف كل ردود الفعل اللي كان بيسمعها في المدرجات زمان، هو دلوقتي بيشوفها بعينه، وبيشوف الناس بتتكلم عنه بتنتقده ازاي، وايه اساليب او اي اسباب او نقط ضعفه وايه نقط قوته. فالمسؤوليه تبقى كبيره جدا على اللاعبين، لكن الاكثر المدير الفني للنادي الاهلي. المدير الفني طبعا مطلوب منه ايه؟ لا، مطلوب منه زي ما قلت لك يستفيد من عناصر كانت بعيده الفتره اللي جايه. مطلوب منه هتبقى يعني الفتره الجايه دي منافسه على الدوري، وفي نفس الوقت نظره لمستقبل الفريق. كويس، دي جزئيه مهمه قوي اللي انت بتتكلم فيها دي. نظره للموسم، انت بس مش بتفكر في الماتش اللي جايه او الفتره اللي جايه، لا انت لازم تبص لقدام كمان، مستقبل الفريق مع وضع في الاعتبار اهميه طبعا الفوز في اي مباراه انت بتاخدها خلال المرحله. هو دلوقتي يعني الشكل العام طبعا غير مقبول باي شكل ان هو يخسر بطوله الدوري، خاصه طبعًا بعد السيناريو اللي خرج بيه من دوري ابطال افريقيا. دي نقطه ثانيه هيتم الحكم فيها بشكل جامد جدا على قدره لاساتي ان هو يبني مستقبل الفريق الموسم اللي جاي بقى شكله ايه. خلي بالك الموسم اللي جاي انت داخل في منافسه قويه دلوقتي مع بيراميدز الزمالك اول تاني تالت، انت لازم حتى لو ما خدتش الدوري على الاقل ما تبقاش التالت او التاني، لانك انت برضو هتفقد فرصه دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. لا، المسؤوليه كبيره عليه جدا، المسؤوليه ان هو بيجدد دم، هيبتدي يستفيد من بعض العناصر اللي هي ممكن يجهزها كمان للموسم الجديد. لكن بس هو الحاجه الوحيده، العذر الوحيد اللي فيه ان هو تولى المسؤوليه في وسط الموسم مع صفقات جديده، مع خروج، مع ضغط مباريات، مع اصابات غير طبيعيه كان توصل ل 15 و16 اصابه في ده الفريق. عذر كمان مش هين يا جماعه، يعني عذر حقيقي. عنده واحد بقاله 3 شهور بس موجود، وما شافش اللاعبين دي قبل كده، وشافهم بس من خلال فيديوهات قبل ما يجي بكام يوم، يعني كون ان هو عمل فريق وكون لعيبه وقدر ان هو يحقق الانتصارات المتتاليه في بطوله الدوري، فدي حاجه ايضا تحسب له. مش بنقول طبعا ان ده مبرر لخسارته بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن برضه بيبقى فيه اعذار وبيبقى فيه ظروف لازم يعني نحطها في الاعتبار بالنسبه للمستر لوسيو. بالظبط، هو العذر الوحيد ان هو جاي وسط الموسم، ووسط موسم اصلا يعني صعب استثنائي. وعندك كاس افريقيا، وعندك دوري ابطال افريقيا بيتلعب بشكل مضغوط عشان البطوله تبتدي من السنه الجايه بشكل اخر، هيبقى مضاهي لدوري ابطال اوروبا. فلاسارتي عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا، بخلاف الفوز ببطوله الدوري، لا هو كمان عليه مسؤوليه ازاي يبني الفريق من اول وجديد، وايه العناصر اللي ممكن مع الوقت تبقى يعني تاخد جنب كده شويه، اللي هو برده لازم يجدد. لازم يجدد، لازم، ولازم يحط ايديه ايه هي الصفقات بقى اللي هو عايزها بقى بالفعل. صح، عشان كده يعني تواجده هيكون مهم. فكره ان ممكن يكون في بعض الناس تقول لك لازم يبقى في مدير فني جديد ومش عارف الكلام ده، مش هيبقى في صالح النادي الاهلي اطلاقا في الفتره دي. يعني ما هو مش في صالح، لانك مضغوط انت طبعاً. انت بعد دوري ابطال افريقيا والازمه الكبيره والخروج، لا انت عندك بيراميدز مواجهه صعبه جدا، عندك المصري اصعب، عندك مباريات كتيره جدا، لسه في مواجهه نادي الزمالك، لسه في كاس مصر يا عالم هيتلعب ولا لا، وكلها مباريات مضغوطه. وخصوصا ان هو كان عامل مباريات جيده في الحقيقه مع الاهلي فنيا وتكتيكيا وكل حاجه، كانت في مباريات جيده جدا في بطوله الدوري وبعض المباريات في بطوله افريقيا على ارضك. لا هو في ظرف تاني، في ظرف تاني غير ظرف الموسم الحالي، كان لاسارتي يمشي بعد المباراه الاولى. في ظرف تاني غير الموسم الحالي. غير الموسم الحالي طبعا. لا بعد 5-0 دي موضوع صعب جدا. طبيعي. موضوع لكن احنا بنقول ان في طبعا اعذار او في وضع معين بيمر بيه الفريق هذا الموسم، ضغط المباريات، الموسم الاستثنائي زي ما انت بتقول، ده شيء طبيعي. بالظبط، حتى كان كابتن رد فعل كابتن محمود الخطيب بعد المباراه الاولى كان باعتراف كل اللعيبه بالجهاز الفني ان هو رد مش مسبوق. يعني مش مسبوق، فهو اول مره حاجه تحصل في تاريخ النادي الاهلي ان هو يخسر 5-0، يعني حاجه ما حصلتش قبل كده خالص. فهي كانت الحدث استثنائي، لان الموسم الاستثنائي، فدي برضو زي فرصه ثمينه لاسارتي ان هو لازم يستثمرها. لازم يستثمرها، اللي هو حارب على جبهتين، ان هو يفوز ببطوله الدوري، وفي نفس الوقت بيبني مستقبل الفريق وبيحط رؤيته الموسم اللي جاي هيبقى شكله ايه. طيب عايزين نروح لملف بطوله الامم الافريقيه. ده احنا خلاص اتكلمنا على كل ما يتعلق بالنادي الاهلي، سواء مباراته السابقه ومباراته المقبله، لكن ملف اخر غايه في الاهميه، وهو يخص طبعا مصر بشكل كامل ومنتخب المصري الاول والاستعداد لبطوله الامم الافريقيه. قبل ما نخوض في الاستعدادات بتاعه المنتخب، عايزين نتكلم على المنظر الرائع في القرعه اول امبارح، القرعه الخاصه بالبطوله والشكل الحضاري اللي ظهرت بيه هذه القرعه، والتنظيم الاكثر من رائع اللي شفناه. انت من الناس حضرت القرعه صح؟ قول لي الامور كانت ماشيه ازاي. طبعا
يعني حفل مبهج بصراحة، رائع، أنيق، بسيط، إشادة عالمية. هو حدث يعني هو أكبر من مجرد قرعة بطولة بتتلعب، هي برضو رسالة للعالم، إحنا يا جماعة مستضيفين أول نسخة ب 24 منتخب، عندنا وفود، عندنا رؤساء دول أو رؤساء اتحادات دول من مختلف دول العالم، من مختلف دول أفريقيا، ونجوم سبق ليها لعب في أكبر أندية العالم زي يايا توري، زي ديوف، زي مصطفى حجي. فدير كانت رسالة مهمة جدا، كان حفل بهيج جدا، كان بادرة إيجابية إن شاء الله تنظيم البطولة، ودي مسؤولية كمان على اللجنة المنظمة بمديرها كابتن محمد فضل، إن هي لأ المسؤولية بقت مضاعفة، اللي هو بعد ما نجحت في الخطوة الأولى اللي هي حفل القرعة، لأ إحنا بقى الناس دلوقتي مستنية حاجة أفضل وأفضل وأفضل، وهو بيعد بكده هو وكل المسؤولين والجهود اللي بذلوها في الفترة اللي فاتت، إن تكون الحدث بقى الأهم بقى اللي بيهم الجمهور طبعا، اللي هو كرة القدم وأرض الواقع وشكل الملاعب والهيكله الجديده اللي الكل بيعد بيها في الموسم الجديد. تمام، اتكلمت مع احد النجوم الكبار من مختلف المنتخبات او مختلف الدول اللي حضروا هذه القرعه؟ اه طبعا، كان ليا حوار خاص مع الحاج ديوف طبعا، بما انه هو نجم راجل كبير طبعا، نجم يعني كبير، وسبق ليه لعب ضد منتخب مصر تصفيات كاس العالم، وكان ايقونه لافريقيا في بدايه الالفيه الجديده، كاس عام 2002 2002، وهو كان يعتبر نجم قاره افريقيا فعلا. في الفتره من فعلا. 2001 ل 2002 قفزه كبيره جدا من دوري الفرنسي، راح ليفربول. فكلمناه عن الحفل، طبعا هو مبهور جدا بمكان القرعه، قال كان اول مره يجي مصر، حاجه جميله جدا، المنظر رائع. اول مره يجي مصر، هو جه مصر اول مره يزور الاهرامات. المنظر رائع بالنسبه له طبعا، دي نقطه بخصوص البلد. نقطة تانية بخصوص بقى الكورة، وشايف حظوظه ايه المنتخب السنغالي دلوقتي، المنتخبات القوية جدا بتصنف من طبعاً ضمن افضل عندهم اربع لخمس منتخبات، ساديو ماني، كلوبالي، لا عندهم لعيبة مميزة جدا، وبتلعب في اقوى اندية العالم. واتكلمناه عن اللي بيتقال في الفترة الأخيرة وشائعات الغيرة بين محمد صلاح وماني، مهم السؤال ده. فقال لا هي منافسة طبيعية جدا بتحصل، واخبار بتتداول كتير، هو حتى قال شبهها بنفسه، قال لك انا لما كنت بلعب في ليفربول كانوا برضه بيقولوا عليا نفس الكلام بيني وبين مايكل اوين، يعني برضه كان مايكل اوين كان يعني طبعاً. زي ما بيقول الفتى المدلل لكرة انجلترا، وكان لسه طالع بشكل كبير جدا في الفترة دي. فبيقول لا انا شايف ان هي المنافسه طبيعيه، هو بس هو شايف ان طبعا قدر من التعاطف شويه برده مع مانين، هو شايف ان هو السنه دي افضل من محمد صلاح، قال لك السنه اللي فاتت اعترف ان صلاح كان هو نجم الفريق والنجم الاول للفريق، وده بيحصل في اي حته في العالم، وكلام بيتردد على اي ثنائي هجومي في العالم، ان محمد صلاح ومانين في بينهم شويه غيره، قال لك بس هما دي منافسه بينهم ولصالح الفريق. وفي نفس الوقت هو شايف، قال لك لو كان برده سالته قصه برده ريال مدريد في ترشيحات لريال مدريد شويه عن صلاح وشويه عن ماني، قال انا ليفربول نادي كبير جدا ولعبت فيه وكل حاجه، قال بس ريال مدريد دي حاجه تانية اكيد، يعني انا لو منهم وجالي ريال مدريد هروح ريال مدريد. هو حسمها كده بشكل كبير، هو المستوى الاعلى على العالم ريال مدريد برشلونه، ده طبيعي جدا، يعني انت الخطوه اكتر او اكبر ليفل ممكن تشارك فيه هيكون مع ريال مدريد وبرشلونه. هو بص امير، التشبيه طبعا مع الفرق الكبير، يعني في هنا كلام بيتقال مثلا لعيبه الكوره او الوسط الرياضي عموما، يقول لك اللي ما لعبش كوره في اهلي وزمالك بالظبط ما لعبش كوره في مصر. في اوروبا حاليا الفتره الحاليه اللي ما لعبش كوره في برشلونه وريال مدريد ما لعبش كوره عالميه، يعني او بمعنى اصح برشلونه وريال مدريد ليهم سحر خاص، خصوصا السنوات الاخيره دي شعبيتهم طاغت جدا في الفتره الاخيره، شفنا نماذج كتيره جدا بسبب الدوري الانجليزي، جاريس بيل راح ريال مدريد، كوتينيو ساب ليفربول راح برشلونه، سواريز قبليه راح برشلونه، قبل كده برده زمان ديفيد بيكهام ومايكل اوين ريال مدريد، لعيبه كتير سابت الدوري الانجليزي وراحت ريال مدريد وبرشلونه. بس بيكهام كان راح عشان كان عنده مشكله مع السير اليكس فيربسون ساعه الحذاء لما جه في حجبه وتعاطف. يعني بس يعني عامه هم ليهم سحر، يعني برشلونه وريال مدريد حتى قاعدتهم الجماهيريه في الوطن العربي بدات تطغى على مانشستر يونايتد وعلى انديه كتير عريقه، وميلان خصوصا كمان ان ميلان دلوقتي بيعت في الفتره الاخيره بصوره كبيره، يعني فبرشلونه وريال مدريد ليهم شعبيه طاغيه جدا في العالم. أكيد. طيب هنرجع نواصل حديثنا عن قرعة بطولة الأمم الأفريقية، وكمان هنتكلم عن استعدادات المنتخب لهذه البطولة الهامة، بس خلينا نروح فاصل الأول وبعد الفاصل نواصل. مكملين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه بينورنا في الاستوديو أستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق. قبل فاصل كنا بنتكلم على القرعة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية واللي كانت أول امبارح في مظهر أكثر من رائع شفناه كلنا. هل في أي تعليق سواء إيجابي أو سلبي بخصوص القرعة، وخصوصا أن أنت كنت متواجد يوميا؟
لا هو بالنسبه يعني في حمله تفاؤل كبيره جدا بقرعه منتخب مصر باعتبارها مثلا بتضم زيمبابوي في مباراه الافتتاح. نتكلم فنيا بقى. طيب رايك في القرعه بقى؟ زيمبابوي، كونغو ديمقراطيه، واوغندا. انت اوغندا لعبتها في تصفيات كاس العالم 2018 ولعبتها في افريقيا كمان 2019 بالظبط، وزيمبابوي في تصفيات كاس العالم 2014 وكونغو ديمقراطيه في تصفيات كاس العالم 2010 بالظبط. فانت المواجهات يعني حديثه وقريبه، لكن في فروق كبيره جدا جدا في طبعا المجاميع اللي معانا على الشاشه. يعني في حاله الناس شايفه ان هي اسامي المنتخبات اللي هي سهله في او في المتناول بالنسبه لمصر. اوغندا متصدره مجموعتها في التصفيات تمام. منتخب زيمبابوي كان متصدر مجموعته في التصفيات على حسب على حساب الكونغو الديمقراطيه، يعني هم برضو المواجهه هتتجدد بينهم زي ما كانت في التصفيات هتبقى في النهائيات في مصر. منتخب الكونغو الديمقراطيه عنده قوام قوي جدا، عنده لعيبه محترفين كويسين جدا زي باكامبو، وعندهم يانيك بولاسي لعيب كويس جدا. القوام المحلي بيضم من فيتا كلوب ومازيمبي، ودول من اقوى فرق القاره دلوقتي. مازيمبي وفيتا كلوب طبعا شفناهم في فيتا كلوب كان وصيف البطوله الاخيره، دلوقتي مازيمبي في المربع الذهبي لدوري الابطال. فكونغو الديمقراطيه فريق قوي جدا. اوغندا في تصفيات كاس العالم الاخيره حتى تبادلنا الفوز معاها 1-0 و1-0، يعني هم كسبونا في اوغندا واحنا كسبناهم هنا في برج العرب. حتى لما اتقابلنا معاهم في كاس الامم في الجابون الاخيره كسبناهم 1-0 في اخر دقيقتين تقريبا بجول عبد الله السعيد. فهي منتخب برضو مش في المتناول زي ما الناس متخيله، ومعاهم مدرب من اشهر مدربين الفقره السمراء اللي هو دي صبر، ودي يعني خلفيه كويسه جدا عن الكره المصريه. كان ماسك الاسماعيلي فتره وكان ماسك الاسماعيلي الموسم اللي فات وقاده للمركز الثاني، ومدرب كويس جدا يعني، وعنده يعني خبره كبيره بالكره الافريقيه. لكن برضو المجموعه تعتبر كويسه، يعني مجموعه سهله مش صعبه، يعني مقارنه مثلا مجموعه المغرب عام كوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا، دي مجموعه صعبه جدا. بالعكس مثلا يعني هيرفي رينار بعد القرعه اهو احنا بنقول مجموعه صعبه، المغرب كوت ديفوار، قال لك كوت ديفوار دي يعني بقت لعبتنا. كسبناها في ارضها في تصفيات كاس العالم، وهم صعدوا كاس العالم الاخير على حساب كوتيفوار في كوتيفوار، وخرجوهم البطوله اللي فاتت في الجابون. يعني في بشر التفاؤل رغم صعوبه الاسماء، يعني صعوبه المجموعه تبدو على الورق، لكن في تفاؤل مغربي بواجهه كوتيفوار. كوتيفوار دلوقتي ما بقتش زي الاول، يعني الجيل برضو بتاعها الذهبي بدا يندسه، ودلوقتي برضو في اعداد جيل جديد. فهي مش بالقوه الكافيه ممكن، بس عندهم بعض العناصر المميزه، عندك بالطبع. اريك بيلي طبعا المدافع بتاع مانشستر يونايتد، عندك جيرفينو، عندك نيكولا بيبي. نيكولا بيبي ده برضو من اللعيبه الناس تحط عينيها عليها، نيكولا بيبي ده ثاني هدافين الدوري الفرنسي. في منافسه بالمناسبه ما بين برشلونه وباريس سان جيرمان على هذا اللاعب، ورئيس النادي ليل الفرنسي النهارده اعلن ان هو خلاص هيتباع لاعلى سعر بعد نهايه الموسم. لعيب كويس جدا، يعني مهاجم من الهدافين مميزين في اوروبا الفتره الاخيره. منتخب زيمبابوي هو الاول على مجموعته برضو في التصفيات. اللي بيزيد من صعوبه المهمه، احنا الاسماء تبدو للناس ان هي اسماء سهله، اللي بيزيد من صعوبه المهمه ان البطوله اللي جايه في مصر فيها الطمع شويه، لانك انت عندك للتاهل فرصه واثنين وثلاثه، يعني تطلع اول يا تطلع تاني يا تطلع افضل اربع توالت للدور التاني. حتى دي صبر بعد سباستان دي صبر بعد القرعه قال لك المجموعه منتخب مصر كل الوفود وكل ممثلي المنتخبات بيرشحوا مصر باعتبارها صاحبه الارض والجمهور. عندها محمد صلاح واحد من افضل مهاجمي العالم في الفتره الاخيره، هداف الدوري الانجليزي، من افضل لاعب في افريقيا اخر سنتين. فبرضه دي بتحطك ستيب، لكن في نفس الوقت شايف دي صبر قال لك المجموعه مفتوحه لكل الاحتمالات. قال لك كل المنتخبات عندها امل، حتى حديث برضو مع اكثر من مدرب، رينارد، الان جريس، مدرب منتخب الكاميرون، مدرب جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطيه، هم شايفين ان البطوله منتخب مصر مرشح، الخمس منتخبات المتاهله لكاس العالم صاحبه قدم قويه في البطوله. كابتن حسني عبد ربه حتى كان لنا حديث معاه وقال ان منتخب مصر من ضمن المرشحين زائد دول المغرب العربي، المغرب وتونس والجزائر. فهي البطوله هتبقى صعبه جدا عكس ما متداول. زي ما بقول لك ان عندك فرصه واثنين وثلاثه، ممكن منتخب بيطمع فيك ان هو عايز يطلع افضل توالت. زائد احنا بقى نبص لنفسنا، احنا عندنا مشكله يا امير. ايه المشكله؟ ان حتى محمد صلاح الفتره الاخيره مستواه متراجع، اللي هو النجم الاول منتخب في مستوى متراجع فنيا او على مستوى المعدل التهديفي، وهو بدا ينشغل بامور شويه كتير بره الملعب. على مستوى ده مستوى القوام المحترفين، محمد صلاح هو النجم الاول للفريق طبعا. محمد النني بعيد جدا عن الصوره مع ارسنال. يمكن البريقه شويه الوحيده اللي فيها امل محمود حسن تريزيجيه في الدوري التركي، هو اللي ماشي كويس مميزه جدا مع قاسم باشا.
على مستوى القوام المحلي النادي الاهلي ونادي الزمالك. خلي بالك القوام منتخب اهلي وزمالك اللعيبه منهكه جدا تماما. النادي الزمالك عنده مشكله ويعاب على كريستيان جروس ان هو ما فيش تدوير في اللعيبه. طيب خلينا سريعا، هل تتوقع ان شاء الله نجاح مصر في التنظيم وكمان نجاح المنتخب في الفوز بالبطوله؟ التنظيم التنظيم ده تحدي كبير جدا جدا، هي اكتر بطوله كوره. منتخب مصر لازم او هو مرشح باعتراف كل الخبراء الافارقه وكل مدربي افريقيا، هو مرشح برضه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت القوام الرئيسي سواء من لعيبه الاهلي او الزمالك او تراجع مستوى المحترفين، فبرضه منتخب مصر يبقى مرشح دائم في كل البطولات سواء في مصر او خارجها. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيف بطوله الامم الافريقيه وكمان في الفوز بهذه البطوله. محمود باهي طبعا الناقد الرياضي بالشروق، انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا. شكرا امير، شكرا. طيب دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، خليني سريعا بس قبل ما اختم معاكم اخد بعض طبعا ردود افعال جمهور النادي الاهلي على هاشتاج جمهوركم معاكم. سريعا ناخد اثنين او ثلاثه. رضا شبانه قال جمهور الاهلي بالامس ضرب اعظم ملحمه في الوفاء والانتماء وبيشيد بشكل كبير جدا من جمهور النادي الاهلي ومنزل صوره مكتوب عليها لقد تعهدنا على السير معا يا اهلي. كمان احمد عباس قال على الحلوه والمره معاك يا اهلي، الدوري اهلاوي وده واضح ان خلاص تركيز كل جمهور النادي الاهلي على الدوري خلال الفتره اللي جايه. دي كل وقت طبعا كان نفسي اخد بعض الرسائل اكتر من كده، لكن ده دليل كبير جدا عن سنده كل جمهور النادي الاهلي للفريق خلال المرحله اللي جايه المقبله. خسرت افريقيا لكن لازم تركز في الدوري، مش بس تركز، لازم تفوز بالدوري وتفوز بالكاس باذن الله، وده اللي منتظرينه ان شاء الله من قبل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنوا حلقه جديده من نفس البرنامج. إلى اللقاء.